يا مساء الشهد، يا مساء الجمال على كل مشاهدينك، خاصة كمان بنقول لهم كل سنة وانتم طيبين، وكل سنة وانت طيب يا شيخ. صحة والسلامة دكتورة وكل السادة المشاهدين بخير، ويعود علينا لكم الأيام بخير إن شاء الله بإذن الله. إن شاء الله. أكيد الليلة يا شيخ نكهتنا خاصة جدا وبمناسبة السنة الهجرية الجديدة، إن شاء الله يا رب سنة خير عليكم كلكم. وبالمناسبة احنا عامل لكم وجبات جميلة يا شيخ، حتكون أطباقنا تتكون من الليلة نكهتنا إن شاء الله بإذن الله، هندمج المطبخ الآسيوي مع المطبخ الحبشي بنكهة سودانية إن شاء الله بإذن الله. هنقدم الفراخ الكاري مع الكسرة الحبشية. في ناس طبعا ما بيحبوا الزغنية أساس الصلصة والحموضة وكذا، طبعا ده مجالك، فإحنا قلنا ندمج التشيكن كاري مع الزغنية ونشوف يا ليت السادة المشاهدين يجربوه ويورونا رأيهم شنو. تاني معانا السبرينج رول، طبعا أكلة صينية بنوريها للسادة المشاهدين، طريقة سهلة وبسيطة جدا، والحلو بتاعنا من منتجات المطبخ زي ما بيقول موجودة مهلبية الكاكاو. أكيد يا شيف الليلة أطباقنا غنية جدا، قيمتها الغذائية حلوة جدا لكل الفئات، بس ورينا حنبدأ بأي طبق؟ هنبدأ بطبق الفراخ الكاري أو تشيكن كاري. أيوة. تمام، قبل ما نبدأ ورجعنا لكم أعزائي المشاهدين مرة تانية. قبل ما نشوف نستعرض المكونات، كنا بنتكلم على الفراخ الكاري. الفراخ الكاري طبعا هي أكلة أسيوية بين الهنود وبين الصينيين. تمام، احنا النهاردة هنعملها بشوية نكهة سودانية قريبة من المطبخ السوداني، وهنجربها زي ما قلنا مع الكسرة الحبشية. وياريت السادة المشاهدين يجربوها يورونا رأيهم شنو. طيب، أول حاجة في مكونات الوجبة بتاعتنا دي طبعا هي أساسية الفراخ، زي ما قلنا الفراخ دايما بيكون محافظينها في الثلاجه طبعا عشان أيوة. ظروف الجو في السودان هنا. هنبتدي نسخن الطاوله بتاعتنا، اوكي. الزيت زيت بيشتغل زيت طعام، ممكن زيت سمسم. المطبخ الاسيوي طبعا زيت السمسم مهم جدا فيهم، بالظبط كده. ايوه، الزيت السمسم يا دكتور بيقول عليه زيت الحار، هل فعلا الكلام ده مظبوط؟ والله هو ما بيتقال عليه انه هو الزيت الحار، لانه فعلا هو شويه حار، لكن احنا عموما عندنا في السودان وازن، حتلقى زول يعمل لك الوصفه دي بزيت السمسم. احنا عندنا زيت السمسم للفول. ايوه، احنا عشان كده في برنامج لك خاصة بنحاول ان احنا ندمج نكهات جديده بندخلها على المطبخ السوداني، وبنتمنى الناس تتفاعل معانا وتجربها وتورينا رايها شنو في الكلام اللي احنا بنعمله ده. طيب، احنا اول حاجه دكتوره سخنا الزيت، تمام، بعد كده بنحط البصل بتاعنا، حاجة بسيطة كده. البصل قدر شنو؟ يعني بصلة كبيرة، احنا شغالين على كيلو فراخ. تمام؟ تمام. أول حاجة نحط البصلة بتاعتنا تاخد اللون، تدبل يعني، ما تاخد اللون الذهبي شديد. أيوة. إنها تدبل بس. تمام؟ تمام. بعد كده نفرم معاها فصين ثوم. طبعا هم الصينيين طبعا بيشتغلوا على احنا بنقول عليه في السودان هنا الدافوري، اللي هو البابور اللي هو عين واحده ده. أيوة. بتكون نار حاميه جدا، وبيشتغلوا بحاجه اسمها طوه، اسمها الووك. الووك ده طوه كده بيشتغلوا بيها برضه هنا، بيعملوا بيها اللحمه اللي هي بتكون بيضاويه شويه. أيوة. كده، وبياخدوا الحاجه بتاعتهم سريع، ما بيسبكوا الاكل زينا يعني، ما بيعملوا الاكل كده يقعد على النار على طول، سريع سريع كده وبيتخرجوا منه. لازم الاكل يكون مستوي جدا، بالظبط كده. نديها التومه، لو في جنزبيل فريش برضه بنرمي معاه جنزبيل فريش، لو ما في بنحط شويه جنزبيل بودر. اوكي، كده البصله بتاعتي بدات جربت تدبل. الكلام
الكاري حيتخطى طوالي مع ال لا لسه الكاري في المرحله دي لسه. احنا دلوقتي بناخد البصله والثومه وننزل معاهم بالفراخ، وفي عندنا بطاطس. هي البطاطس ما بتكون في الوجبه دي، ممكن تخد اناناس، لكن احنا برضو من الناحيه الاقتصاديه لما يكون عندي وجبه زي كده بزيدها بحاجه مفيده صحيا، وفي نفس الوقت كتر الكميه بتاعت الوجبه بتاعتي. تمام. طيب ممكن انه احنا بدل البطاطس تتخطى جزر، لانه اصلا انت كنت مفروض تتخطى فيها اناناس. ممكن، فممكن الجزر فيه سكر اكتر. ممكن برضو، ما في مشكله. جيب الفراخ بتاعتنا من الثلاجه. طيب يا شيف انت ليه اخذته في الثلاجه اصلا؟ طبعا زي ما قلنا احنا دايما اللحوم بالذات احنا مع الجو بتاع السودان طبعا والسخانه والجو الحر ده، اللحمه الفراخ السمك لاخر لحظه قبل ما نبتدي نشتغل فيها تكون موجوده في الثلاجه عشان الجو طبعا فيه مشكله. تمام كده. انا دي فراخ مقطعه صغيره، مقطعه قطع صغيره. أيوة. يعني ممكن فراخ عادي بالعظم بتاعها برضو ما في مشكله، ما الا تكون فراخ صدور. ايوه اوكي كده. انا بنزل دي صدور هسه حاليا. دي صدور زي ما ذكرت يا شيف في الحلقه اللي فاتت، انه صدور تحت الدجاج لو منزوع منها الجلد بتاعها بتكون فيها نسبه 1% دهون فقط. تمام كده انا بقلب. تمام. انت جبت سالتين يا دكتور على البصل. تمام. أيوة. قلت لي الكميه بتاعتها قد ايش؟ ايوه انا قلت لك احنا بنستخدم مثلا على الكيلو بصله كبيره او بصلتين متوسطين. تمام. لكن انا لاحظت هنا في السودان الناس بيستخدموا بصل كتير. أيوة. يعني يحطوا الكميه بتاعت البصل. أيوة. الحكمه من كده شنو يعني؟ هل ليها حكمه ولا هي تعود بس بتاع طعم يعني؟ لا هي تعود على الحاجه، ان هم كله بقول لك كلهم هالحله زاد البصل فيها بتطلع احلى. تمام جدا. احنا هناخد الفراخ بتاعتنا زي ما انت شايفه كده، هنقعد نقلب فيها لغايه ما تخش في التسويه. زي ما قلت هي المفترض النار طبعا تكون عاليه شديد. أيوة. الفراخ دي بتاخد وش سريع جدا، نحط معاها البطاطس، وبعد كده بنديها بقيه المكونات ونسيبها تقصر مع بعضها. أيوة. على النار. اوكي تمام. بما انه يا شيف الليله الفراخ بتاعتنا مع الكاري، الليله الكاري فيه اهميه غذائيه انه هو مضاد للاكسده، بيساعد في التحكم في مشاكل الجهاز الهضمي زي الاسهال والامساك، وكمان بيحمي مساعد للحماية الكبد، وفيه فيتامين A وبي اي وسي، وكمان مضاد للاكسده. تمام جدا دكتورة. وغني كمان جدا بالاحماض الامينيه. طيب يا شيف اثناء ما انت بتقلب كده حنقول لنور مساء الخير عليك، كل سنه وانت طيبه. اهلا بك يا نور. اهلا وسهلا بك استاذ نور. عليكم السلام. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كيف برنامجكم ونهنيكم والله. تسلمي أيوة كثير. تسلمي من زوجك. تفضل يا نور. ايوه بس بنسالك كيفيه عمل الجبنه المضفرة. كيفية عمل الجبنة المضفرة. تمام. عندك أي سؤال ثاني؟ لا لا جزاكم الله. تسلمي كثير يا نور، تابعينا وأكيد حنديك كل التفاصيل. طيب يا شيف هي بتسأل من طريقة طبعًا عمل هي الجبنة هي طريقة المضفرة. عمل الجبنة دائماً طبعاً بتختلف في أنواع كثيرة من الجبنة. تمام. هي الجبنة زي ما بيقولوا بيدوها لبن وبيدوها زي ما بيقولوا بالخميرة. بيدوها زي خميرة كده وتتقلب. أيوة. وبعد كده زي ما بتكون عامله زي عجينه بتتفرد بتتضفر وتبرد في الهواء، بعد كده بتكون جاهزه. ايوه لكن برضه احنا ان شاء الله نستعرض لها حلقه باذن الله تعالى. طبعا في وصفات كثيره برضه انت عارفه لما تيجي توصفيها كده سريع ما بتكون زي ما الزول يشوفها بعينه طبعا.
احنا تاني اشوف بعد ما شفنا المكونات بتاعت السبرينج رول، يلا ورينا الخطوات حتبدا كيف. طيب السبرينج رول طبعا من الاطباق الشهيه جدا وخفيفه جدا وناس كثيره بيحبوها. أيوة. هي عباره عن فطيره بتيجي جاهزه زي كده رايح من العجينه، سهله جدا. تمام، احنا الشغل كله في المكونات بتاعت الحشوه. طبعا. بتاعتها الحشوه بتاعتها بتتكون من بصل، فلفل، جزر، كرنب ابيض، كرنب احمر، كوسه، الخضار الموجود عندي. أيوة. ممكن اضيف له لحمه وممكن اضيف له جمبري. تمام. فاحنا السبرينج رول ده من الاكلات زي ما قلنا المحببه. أيوة. الكبار والصغار بيحبوها، سهله جدا. ان شاء الله بنلفها برضو قدام الساده المشاهدين بيشوفوا الطريقه. أيوة. ان هي يعني سهله ان احنا نتعامل في البيت. انا بشوف السوبر ماركت في بيبيعوه جاهز. طيب يا شيف، عندك فكره من العجنه بتاعتها بتكون كيف؟ هي دقيقه ومويه، لكن دقيقه ومويه، لكن طبعا هي دي من العجائن زي ما بيقول الاسرار الصينيه اللي ما بيمرقوها بره. أيوة. لكن هي بتتعامل والله، احنا عملناها قبل كده دقيق ومويه ونشا، لكن بصراحه ما بتطلع بنفس النتيجه. أيوة. او بنفس الحاجه اللي هي بيعملوها. تمام، فاحنا بنعمل الفرشه لوحديها او الحشوه لوحديها، وبعد كده بنلفها، وبعد كده بتتقلي في الزيت، يعني بتتعمل على ثلاث مراحل. ثلاث مراحل، اوكي، لغايه ما الزيت يسخن معانا. نمشي فاصل ونرجع لكم مره ثانيه. رجعنا تاني يا شيف بعد الفاصل، والزيت بتاعنا هيكون بدا يسخن. وكمان عايزين بعد كده هنبدا. تمام، احنا هنبدا بالبصل. طبعا قبل ما اخد البصل جهز معاه برضو فص ثوم، فصين. طبعا بيدي نكهه سمحه جدا بالذات مع الاكل الاسيوي. تمام، ناخد البصل بتاعي. بعمل حسابي طبعا في الكميات اللي انا بحطها ان انا عندي اكتر من نوع. يعني عندي اكتر من نوع خضار. هحاول اقلل الكميه. أيوة. شويه. اوكي، جزر. وبعدين زي ما انت شايف انا ببدا بالحاجات اللي بتاخد زمن في التسويه، وبعد كده برجع للحاجات الخفيفه زي الكرنب ما بياخد زمن. فلفل الوان.
او فلفل اخضر برضه ما مشكله، ما لازم الوان يا جماعه، احنا دايما أيوة. الالوان دي احنا بنقول بس عشان الصوره وعشان الشكل، لكن احنا دايما بنشتغل بالفلفل الاخضر عادي جدا. تمام اوكي بعد كده بديهم شويه كروم بس انا اعمل حسابي دايما لما اجي اشتغل في الصويا صوص، لان طبعا فيها الوصفه دي فيها شويه صويا صوص، ان انا ما اكتر الملح والفلفل عشان الصويا صوص اوريدي بيكون فيه أيوة. نسبه بتاعت ملح وفلفل. وطبعا برضو ممكن احط شويه جنزبيل، الجنزبيل في المطبخ الصيني لا غنى عنه بالمناسبه. تمام اوكي كده تمام، يوم لفه ثاني. وبالمناسبه دي المطبخ الصيني الخضار دايما بياكلوه يعني بيقرمشوه زي ما بيقولوا، ما أيوة. بيسووه على الاخر يعني بيخلوا الخضار، ودي طبعا اكيد فيها فائده غذائيه دكتور. هم بيخلوه هش ولا بيخلوه؟ لا لا بيخلوه مقرمش يعني ما بيسووه على الاخر يعني. تمام حط شويه الصويا صوص. ما كل الناس بتفضل الصويا صوص؟ ما كل الناس، برضو دي اختياريه برضو يا جماعه، لكن أيوة. احنا برضو عشان الوصفه يعني طيب هي ممكن صينية. بدل الصويا صوص ممكن يتعامل اي صوص غير؟ ما مشكلة، لا ممكن ملح وفلفل، ممكن شوية، في ناس بتحطوا كاتشب ممكن تحط شوية كاتشب عادي جدا، ممكن ما تحط حاجة خالص يعني بس تتبل الخضار كده وتشتغلي بيهم. تمام احنا كده الخضار بتاعنا جاهز يا دكتورة. كده الحشوه بتاعت السبرينج رول جاهزه؟ جاهزه. والعجينه بتاعت السبرينج رول، العجينه بتاعت السبرينج رول عشان الفها بالشكل بتاع السبرينج رول ناخد بالنا من الحته دي مهمه جدا. زي ما احنا شايفين كده هي بتيجي مربعه، باخد جزء من هنا مقطعه كده، باخد جزء من هنا، ما بتكون شكل مثلث كامل. ليه؟ عشان لو عملت شكل مثلث كامل الحرف السن ده مع الزيت ممكن يتحرق. ايوه فانا بسيبها شويه مستطيله كده عشان تلف مع الشكل بتاعي. ودايما لازم وانا شغال في السبرينج رول لازم يكون مغطى يا دكتور علشان العجينه دي بتنشف بسرعه.
نطلع على سبرينج رول، حنقول لعلي مساء الخير عليك يا علي وكل سنة وانت طيب. مساء النور وكل عام وانت بخير، وتعالوا الله عليكم بإذن البركات. اللهم أمين علينا كلنا إن شاء الله يا رب. تفضل يا علي. عام هجري سعيد عليكم وعلى جميع المشاهدين. الله يخليك يا علي، كل سنة طيب، يعود عليك كلام بخير كده ان شاء الله. وعليكم على البرنامج الرائع، التحيه لك وللشيف ابراهيم على البرنامج الممتاز يعني. تسلم، الله يخليك، تسلم. وان شاء الله بالتوفيق دائما باذن الله. كنت حابب اسال عن طريقه عمل البسبوسه، لانه ما كنت حاضر الحلقه بتاعت البسبوسه. تمام. طيب يا علي، ممكن تلقاها على صفحتنا على الفيسبوك سودانيه24.tv. ممتاز. وحيكون في انواع ثانيه ان شاء الله حتكون في الحلقات القادمه. تسلموا كثير وشكرا. تسلم كثير يا علي، الله يبارك. يا دكتوره احنا اهو سبرينج رول زي ما قلنا ما بياخد حاجه، لا طالع حلو. من الفريزر ما بياخد زمن. أيوة. يعني الواحد ما يخاف، ما يقول مثلا طلع من الفريزر قباله فتره، لا طوالي هو طالع من الفريزر يتمي في الزيت طوالي، بياخد اللون بتاعه وبيستوي من جوه المكونات بتاعته. طيب. خصوصا ان احنا المكونات مسوينها قبل كده. أيوة. يعني مستويه ما في حاجه نيه. طيب يا شيف، حتى لو كنا عايزين ندخل فيه نوع من انواع اللحوم ممكن نحضره اول فيه لحمة. يكون اصلا اوريدي معمول يعني. احنا في ان شاء الله باذن الله طريقه ثانيه برضو، طريقه الفراخ المسخن الشاميه. ايوه، بيتحشي في عجينه السبرينج رول، بتكون سمحه جدا برضه وليها حشوات كثيره ان شاء الله، مع بعض نتطرق ليها ان شاء الله باذن الله. إن شاء احنا الله. النهارده عملناه مع الخضار عشان يمشي مع الوجبات بتاعتنا، احنا عندنا فراخ جاهزه، فطبعا قلنا نشكل نعمله بالخضار. اوكي كده احنا كده عندنا طبق طلع السبرينج رول جاهز. ببتدي اشتغل في طبق الفراخ بتاعي، نكمل الفراخ، نجيب الزيت بس هنا شويه. اوكي، نجيب الفراخ هنا. تمام، الفراخ كده خلاص بدات تستوي، تاخد التسويه بتاعتها. قلنا اخر حاجه بنحط بقيه الخضار بتاعنا. دي طماطم يعني مقشره ومتقطعه من غير بذر. ايوه انت شايفاها كده. اوكي، عايزين بعدين تورينا طريقه للتقطيع بتاعها بدون قشره وبدون بذر، حاجه تكون سهله لربات البيت. بعد كده بنحط الكاري. قلنا اخر حاجه في المرحله الكاري. طبعا في ناس بيحبوا الكاري كتير وفي ناس بيحبوا الكاري خفيف. حاجة بسيطة، دي شطة خضراء، حاجة بسيطة. اوكي تمام كده، اقلب المكونات بتاعتي. وبعد كده اخر حاجة بحط الموية بتاعتي واغطيها، تسيبها تستوي. أيوة. مع نفسها. تمام. طبعا لو ما كنت اخد بطاطس بعفر الفراخ بشويه دقيق علشان الصوص يتقل معاي شويه. أيوة. لكن انا اصلا كده عندي في الوصفه بطاطس. أيوة. فما هحط دقيق على اساس ان البطاطس فيها نشويات. أيوة. هتربط ليا الدمعه بتاعتي او الصوص بتاعي. تمام كده، انا البطاطس جاهزه، ابتدي اغطيها واسيبها تستوي مع نفسها. طيب كده انا خلصنا، جهزنا البطاطس وجهزنا الفراخ الكاري. أيوة. وجهزنا السبرينج رول. تمام، هيبقى الطبق الثالث عندنا ان شاء الله باذن الله دكتوره، اللي هو المهلبيت الشوكولاته. أيوة. اوكي طيب، نعيد ثاني الوصفات بسريع بسرعه كده. بالنسبه للطبق الاولاني قلنا طبق التشيكن كاري او الفراخ الكاري. الفراخ الكاري عباره عن فراخ بطاطس. تمام، دول الاساسيين في الوصفه. أيوة. بعد كده عندي بصل وعندي ثوم، حطيت شطه خضراء، حطيت توابل، شويه جنزبيل، شويه كاري، حطيت شطه بسيط جدا، ملح وفلفل. تمام، سبتهم زي ما انت شفتي يقصروا على النار شويه. أيوة. بعد كده اضفت طماطم مقطعه ومقشره. واسيب الخلطه دي كلها بتستوي مع بعض. اخر حاجه عشان الحموضه بتاعت الكاري لو عايز اكسرها، حاجه من الاثنين، يا بحط كريمه يا بحط زبادي، شوية زبادي بالآخر. أيوة. خالص عشان نريح. طيب يا شيف، حنستقبل إخلاص من عبرة. كل سنة وانت طيبة يا إخلاص، مساء الخير عليك. طيبة. إخلاص مرحبا، أهلين بك، تفضلي. بسأل من طريقة عمل الايس كريم. الايس كريم حاضر. الاسبرينج الايس كريم
اوكي. طيب الايس كريم، طيب يا شيف، هي دارت تعرف طريقة الايس كريم. طريقة الايس كريم طبعا هي بتكون عبارة عن لبن وبيض وسكر، تمام. المليون طبعا ليها مكنة بتاعتها بتتضرب فيها، أيوة. لغاية ما بيتجانس القوام كله مع بعضه وبيتخش الفريزر. ان شاء الله باذن الله تعالى بنوعد حضرتك ان احنا برضه بنفتح حلقه للايس كريم بالنكهات بتاعته المختلفه، سواء كان بالشوكولاته، سواء كان بالفانيليا، بالفراوله، ان شاء الله باذن الله. شكرا يا خلاص. اوكي يا دكتوره. طيب احنا برضه نحط اللبن بتاعنا، نجهز اللبن بتاعنا لطبق المهلبيه. طيب تمام. لكن قبل ما نمشي لمكونات طبق المهلبيه نطلع نشوف المقادير. نخصص لهم حلقه للايس كريم بالضبط ان شاء الله. وقبل كده برضه في احد المتصلين برضه كان بيتكلم ان عنده ولد وما بياكل خالص. أيوة. يعني عنده مشكله في الاكل. أيوة. لو حاول معه في الحاجات الخفيفه والبسيطه دي الاطفال بيحبوا اكيد بيحبوا الشوكولاته بالذات بيحشغوها، يعني ممكن تدلهم باي طريقه حيفرها طوالي. تمام. فلو ادينا لهم كمهلبيه هي مفيده جدا وممكن تفيد صحتهم كمان. تمام. هسه دلوقتي بدا الايس كريم الشوكولاته البودر والكاكاو مع اللبن بدا يتجانس، بحط لهم شويه سكر برضو زي ما قلنا حسب رغبه الزول. ايوه. ممكن بالنسبه لناس السكر نضيف لهم السكر بتاعهم اللي بيكون سعراته الحراريه بسيطه، افضل من ان هم يضيفوا السكر العادي، كمان طعمه حلو. تمام. ما في فرق كبير بيناتهم الاثنين. يا دكتوره احنا كده اللبن بتاعي شغال، بحط له سيبه شويه كده. تمام. فاحنا يعني بنحاول على قدر ما نقدر زي ما وعدنا ساده المشاهدين ان احنا بنوجد لهم تنوع
في المطبخ، مين جوا المطبخ بتاعهم، ما بنطالب انهم يجيبوا حاجه ما موجود. الكاكاو ده اعتقد موجود في اي بيت، الناس بتعود انها تشربه كمشروب، تمام. احنا النهارده بنعمله كمهلبيه، بتكون حاجه خفيفه ولذيذه وما مكلفه، موجوده مأكولاتها في البيت. فعشان كده اتمنى ان الساده المشاهدين يجربوا الوصفات بتاعتنا، وصفاتنا سهله واقتصاديه ومتوفره في اي فعلا. اوكي تمام. انا بعد كده بجهز النشا بتاعتي علشان اربط المهلبيه بتاعتي. كمان يا شيف الكاكاو مفيد جدا، فيه مضادات أكسدة بيقاوم الخلايا السرطانية، وفي نفس الوقت بيساعد في المشاكل بتاعة أمراض القلب. الكاكاو مفيد جدا، يا ريت كل الناس تستعمله عادي. كمان يا شيف عند زي ما وعدت كل المستمعين انه كل يوم كل حلقة ان شاء الله حنتكلم عن عادة في كثير من الناس بيعتبروها بتكون هي شائعة في المجتمع، لكن هي بالنسبة لنا نحن من ناحية تغذوية بتكون خاطئة جدا. أول حاجة يا شيف بتلقي كثير من الناس بيشربوا كثير من المنبهات، الشاي والقهوة، الحاجة دي مشكلة بالذات خصوصا الشاي، إنه اللي بيتشرب بعد الوجبة على طول ده بيكون مشكلة كبيرة. ليه؟ لأنه بيمنع امتصاص الحديد، فياريت لو الناس تشربوا قبل الوجبة، في الحالة دي بيعمل عكس، بيساعد في امتصاص الحديد. تمام جدا يا دكتورة. انا زي ما انت شايفه وانا شغال يعني بتابع برضو ايه الكاري. أيوة. وعندي طبعا المهلبيه بتاعتي على النار. تمام اوكي. طيب يا دكتوره لغايه ما اللبن بتاع المهلبيه بتاعي يقلب نطلع فاصل ارجع لكم. ورجعنا لكم مره اخرى سياده المشاهدين والدكتوره روعه وبرنامج نكهه خاصه. قبل الفاصل يا دكتوره احنا كنا ابتدينا في المهلبيه. أيوة. شرحنا طريقه المهلبيه، قلنا هي عباره عن لبن
ونشا وكاكاو وسكر. أيوة. تمام. احنا اضفنا النكهه بتاعتنا الخاصه اللي هي بودره الايس كريم للوصفه دي، لكن برضو بنرجع تاني للساده المشاهدين يا جماعه احنا بنستخدم وصفات بسيطه جدا ممكن تجربوها في البيت، ويا ريت تتفاعلوا معانا وتورونا رايكم شنو. كمان يا شيف لو في اي زول جرب وصفه من وصفاتنا يرسل لنا الصوره بتاعتها على سودانية 24.tv، واحنا كمان حابين نشوف الناس تعلمت منه. احنا الا طبعا نعملها على شكل مسابقه عشان الناس تتحمس معانا وتشتغل وتبعت لنا ان شاء الله باذن الله. تمام. طب احنا كده اللبن بتاعنا مستنيينه يفور، لازم طبعا عشان استخدم النشا، عشان النشا ما يكلكع معايا لازم اللبن يقلب معايا. أيوة. عشان اعرف النشا جالس مع اللبن ولا لا، سواء انا دايما شغال بنشا او بدقيق لازم يحصل عمليه بتاعت بيطلع بقليل كده تعرف. أيوة. ان دي خلاص الوصفه جهزت او الطبقه بتاعتنا جهزت، فنبتدي نعبي فيها. اللبن خلاص بدا يقلب. تمام. نرجع نطمن على الفراخ، الفراخ بتاعتنا بدأت تقلب لغاية ما اللبن يغلي. هبتدي أحط السبرينج رول. أيوة. في الصحن بتاعه. تمام. طيب يا شيف، بما إن إحنا شغالين نزين في طبقنا، كمان حنزين مسامعنا بأسيلات، نقول لها مساء الخير عليك يا أسيلات، كل سنة وأنت طيبة. أهلاً أهلاً بكم وأهلاً بالغنى الرائعة. أهلاً بك ومرحب بالشيف إبراهيم. أهلاً وسهلاً أستاذة سمير. الله يبارك فيك يا اخي، على الحاجات الجميله اما تحصل عليها، وان شاء الله ربنا دائما يخليك. الله يخليك يا استاذه. بس انا بسيب البرنامج، لكن بس عندي تساؤل بسيط لو سمحت. يعني تفضلي يا فندم. لا انت ليه الكزبره ملاحظه انك ما بتاخدها في الـ في الـ في الاكل؟ لا احنا النهارده بنطبق وصفه أكلة صينية، الكزبرة ما بتستخدم في المطبخ الصيني زي ما قلنا. لا عموما يعني أنا في بعض الحاجات بتابع برنامج ده بصعوبة شديدة. لا حضرتك ارجعي للوصفات بتاعتنا هتلاقينا احنا بنستخدم كزبرة خضراء، واحيانا برضو الكزبرة الجافة مع المسحونة يعني مع الشمار. اكيد لو انا بعمل وصفة بلدية او وصفة زي ما بيقولوا شرقية او تيست شرقي بتاعنا احنا بنستخدم. لو رجعت الوصفات بتاعتنا في الصفحة بتاعتنا في الفيسبوك هتلاقيها موجودة. الله يخليك يا استاذ. الله يخليك. سلام للدكتوره. الله يبارك فيك وربنا، ونتمنى انت تتفاعل معنا طوالي، ويا ريت برضو اي مقترحات من عندك احنا تحت امرك ننفذها ان شاء الله. ان شاء الله. الله يخليك. تسلمي كثير. طيب يا شيف، احنا كمان اليوم سعيدين باستضافه ساره سنين في الاستوديو معانا هنا، حتكون ضيفه لنا نكهه خاصه للبرنامج، حتكون معانا في نهايه البرنامج. تمام. احنا دلوقتي يا دكتوره بنعبي السبرينج رول زي ما انت شفتي، انا استخدمت الديكور من نفس الخامات اللي انا كنت شغال بيها على اساس ان انا برضو ما اعمل لها حاجه مخصوصه. احنا بنحاول على قد ما نقدر نفهم الساده المشاهدين ان المطبخ ممكن اطلع منه حاجات كثيره جدا باقل التكاليف. تمام. اوكي. المفاجاتنا طبعا الليله او نكهتنا الخاصه الليله النهارده ان احنا مع الكاري قلنا بدل الزغني، الناس كلها بتاكل الفراخ الزغني، بدل الزغني احنا هنطلع الكسره الحبشيه، وطلبنا من الساده المشاهدين كثير بحبوها في يعني السودانيين عموما ما عندهم مشكله مع الكسره الحبشيه، بالعكس بحبوها. طيب اللبن بتاعنا يا دكتوره جلب دلوقتي، هبتدي احط